الثانيه مالت السوب ديفلكشن، يعني لاحظوا احنا كل سبان او كل ممبر عندنا 2 سوب ديفلكشن ايكويشنز. فبالنسبه الى هذا الممبر الاي بي راح يكون عندنا او تكون عندنا المعادله الثانيه هي ام سب بي اي ايضا تساوي 2 اي اي على ال، بس هنا راح يكون عندنا 2 ثيتا بي النير زائد، يعني النير هنا هي البي زائد الثيتا فار اللي هي والإشارة هي زائد 125 كيلو نيوتن متر. فتصبح صيغة المومنت بي اي هي 2 اي اي على العشرة في 2 ثيتا بي زائد 125. نجي ايضا الى اسبان بي سي، هم نطبق معادلات السلوب ديفلكشن. فهنا راح يكون عندنا اي 1 2 اي اي على ال، ال هم يعني هنا 10 امتار، وهنا 2 ثيتا بي 2 في الثيتا نير زائد الثيتا سي زائد الفيكست اند مومنت هنا بالنسبه الى البي سي ويا الإشارة هي ناقص 83.33. هنا أيضا في هال يعني صيغتين بالنسبة إلى الممبر بي سي، المنشأ الأصلي ثيتا سي هو فيكست، يعني أو المسند سي أو السبورت سي هو فيكس إند، ونعرف إحنا بأنه لأي فيكس إند displacement أو deflection يكون صفر والروتيشن أيضا يكون صفر. فإذا نجي هنا في هالمعادلات هذه نخلي theta c equal to zero. فهنا راح يكون عندنا 2 e i على العشرة في 2 theta b ناقص 83.33. المعادلة الثانية مالت السوب ديفلكشن هي ام سب سي بي ايكوالز اي 1 2 اي اي على ال ال، هنا 2 ثيتا سي زائد ثيتا بي زائد الفيكست اند مومنت 83.33. مثل ما قلنا الثيتا سي هنا او السبورت سي هو فيكست، فالثيتا سي ايكوالز 0، فراح يبقى عندنا 2 اي اي على ال ال في ثيتا بي زائد 83.33. هذه هي معادلات السلوب ديفلكشن. نجي الآن نفرض شرط الإيكوليبريوم على الجوينت بي. ليش؟ لأنه الجوينت بي هو في حالة إيكوليبريوم، هذا هو الجوينت بي. فإذا في الجوينت بي شنو عندنا؟ عندنا المومنت أو السميشن مالت المومنت يساوي صفر. شنو عندنا في الجوينت بي؟ عندنا المومنت بي اي أو منو هي الأعضاء الملتقية أو العضوين الملتقية أو two members that meet at الجوينت بي هي الممبرز بي اي وبي سي. مجموعهم أكيد يجب أن يساوي صفر لأنه الجوينت في حالة إيكوليبريوم أو في حالة اتساق. فإذا شرط الإيكوليبريوم، شرط الاتزان عند الجوينت بي هو أنه مجموع العزوم للأعضاء الملتقية عند الجوينت بي يجب أن يكون مساوي إلى الصفر. شنو عندنا بالجوينت بي؟ عندنا المومنت بي اي زائد المومنت بي سي، مجموعهما يجب أن يساوي صفر. فتلاحظون يعني صارت عندنا معادلة، نجيب البي اي وهذا هو البي سي نعوضها، مجموعهم يجب ان يكون مساوي الى الصفر. راح نحصل على معادلة بمجهود واحد فقط اللي هو ثيتا بي، نحلها نحصل على قيمة الانجل ثيتا بي اللي هي راح تكون طبعا بالراديان، بس ما كلش معنيين احنا بقيمة الثيتا بي. نجي الآن نعوض هالقيمة هذه اللي حصلناها، نعوضها بصيغ
المومنتس اللي حصلناها من معادلات السورد فاكشن، فنعوض عن صيغه الاي بي وعن صيغه البي اي وعن صيغه البي سي وعن صيغه السي بي، نعوض قيمه الانجل في تبي اللي حصلناها. فهذا راح يعطينا قيم المومنتس المجهوله. هنا نجي نخلي هالقيم هاي اللي كانت مجهوله نخليها الان على المنشأ الاصلي، ونقدر بالتالي نرسم البندنج مومنت دايجرام مالته بسهوله. شلون نرسم البندنج مومنت دايجرام؟ ممكن واحد يلجا الى الطريقه اللي نسميها التقليديه اللي هي باخذ سكشنز، اخذ مقاطع على طول المنشأ، ومن ثم يعني رسم البندنج مومنت دايجرام عن كل مقطع، او ممكن ان يعني يكون شويه احسن هنا او اكثر مناسب ان نعتبر البندنج مومنت دايجرام متكون من مجموعه من البندنج مومنت دايجرامز المنفصله. ف يعني لاحظوا هنا هذه قيمه البندنج مومنت دايجرام عند الاي 135. او 135.42 هذا هنا، وهنا عندنا قيمة البندنج مومنت دايجرام هي 104.16، وهنا عندنا قيمة البندنج مومنت دايجرام هي 72.91. هذه هنا هي كلها نيجاتيف بندنج مومنتس. ليش؟ لأنه راح تسبب لنا تقعر نحو الأسفل، وبيانات يعني شكل البندنج مومنت دايجرام راح يكون او نوصل ما بين هالقيم هذه بخطوط مستقيمه. هذه او هالشكل هذا راح يكون هو شكل البندنج مومنت دايجرام نتيجه الفيكس اند مومنتس او الفيكسنج مومنتس عند النقاط A B و C. نجي خلينا نقول نطبق او نراقب على هالبندنج مومنت دايجرام. البندنج مومنت دايجرام ديو تو الاكشوال لودز نتيجه الاعمال الفعليه اللي هي يعني هنا اذا اعتبرنا هذا هو سمبلي سبورتد بيم، يعني المومنتس نتيجه الاعمال الفعليه على افتراض بانه عندنا سمبلي سبورتد سبانز. فإذا هذا simply supported beam المومنت هنا نتيجة 100 كيلو نيوتن على سبان 10 متر راح يكون هو ال P في ال L على 4. ف P في L over 4. هذا راح يسبب لنا او ال PL على 4 طبعا راح يكون positive bending moment لانه راح يكون او يسبب تقعر نحو الاعلى. فاذا هذا ينطبق او نطبقه او نراقبه مع البندنج مومنت نتيجه الفيكس اند مومنتس. ف يعني هذه المنطقه هنا راح تنلغي لانه ماكو شيء. فشو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا هالجزء هذا المثلث هذا اللي هو نيجاتيف، هالجزء هذا اللي هو positive bending moment، وهالجزء هذا اللي هو negative. نفس الشيء بالنسبة إلى span الآخر اللي هو BC. هنا الـ simple bending moment diagram أو نسميه بالfree bending moment diagram، مخطط عزم الانحناء الحر اللي يتأتى من افتراض بأنه الـ BC هو simple support. نعرف احنا بانه لـ simply supported beam تحت تاثير uniformly distributed load موزع على طول باكمله، البندنج مومنت دايجرام راح يكون عباره عن بارابولا او قطع مكافئ بقيمه قصوى عند الميد سبان اللي هي W 10 كيلو نيوتن بير متر في الـ L square فضاء تربيع
تقسيم 8 WL square over 8 اللي تنطينا يعني 10 في span square 10 square على 8 اللي راح تنطينا قيمة قصوى في منتصف الفضاء قدرها 125 كيلو نيوتن متر. هذا وين يجي يتراكب مع أو يضاف إلى البندنج مومنت دايجرام اللي هي نتيجة الـ end moments اللي استخرجناها من stop deflection. فيعني هذا البندنج مومنت دايجرام هو positive، هذا البندنج مومنت دايجرام هنا negative، فاللي راح يبقى المكانات المشتركة هذه راح يعني وحدة تلغي الأخ، فاللي راح يبقى هو هذا الجزء هنا اللي هو نيجاتيف، هذا الجزء هنا هذا اللي هو بوزيتيف، وهذا الجزء هنا اللي هو نيجاتيف. فهذه يعني تقول طريقة شوية أسرع في رسم البندنج مومنت دايجرام، وهي أنه نعتبر البندنج مومنت دايجرام متكون من إضافة أو تراكم أو نسميها سوبر بوزيشن لمجموعة من الدايجرامز اللي هي متأتية من الفيكسن مومنتس اللي استخرجناها من السوب ديفلكشن ميثود، بالإضافة إلى ما يطلق عليه بالفري بندنج مومنت اللي يجي من افتراض أنه الاسبان هذا هو simple support or simply supported. فبالشكل هذا ممكن رسم البندنج مومنت دايجرام. هذه هي البروسيجر المستخدمه في يعني الميثود او السوب ديفلكشن ميثود بالنسبه الى نوع المنشآت اللي هو او اللي هي البيمز. ايضا راح ناخذ تطبيق الميثود بالنسبه الى الريجيد فريمز لحاله نو جوينت ترانسليشن اللي ما مسموح بها بحركه المفاصل اللي يتكون او الجوينتس اللي يتكون من عندها الفريم. فهنا يعني in some types of frames the joints are not free to translate such as in figure A and B. يعني لاحظوا بالنسبه الى الفريم هذا في الفيجر A الجوينتس عند النهاية طبعا هذه fixed منتهين من عندها. كذلك هذا الجوينت هنا يعني هذا ما مسموح إلا بالحركة. ليش؟ لأنه هو مقيد بالاتجاه الأفقي من هالنهايتين هذه، ومقيد بالاتجاه العمودي أيضا من هالنهايتين. فالجوينت هذا الوسطي أيضا ما مسموح له بالحركة الانتقالية، مسموح له فقط بالروتيشن. يعني ممكن يصير عندك روتيشن هنا في هالجوينت هذا، يعني مثلا هالشكل وهالشكل هذا، وهنا راح يصير عندنا هالشكل وهالشكل هذا، بس كحركة انتقالية أو ترانسليشن يعني كل النقاط مالت هالفريم هذا هي يعني مقيدة ضد الحركة الانتقالية. نفس الشيء بالنسبة إلى يعني هالفريم هذا الموجود هنا، يعني لاحظوا هذه النهاية هنا هي فيكست، الحركة الأفقية والعمودية مقيدة، وحتى الروتيشن هنا في النهاية مقيدة. هذه النهاية أو هذا السبورت هو هنج، وبالتالي الحركة الانتقالية بالاتجاهين الشاقولي والأفقي مقيدة. ممكن يصير عندنا روتيشن، ماكو مشكلة بالنسبة إلى روتيشن. نجي إلى هذا الجوينت أو هذا المفصل، هذا الجوينت مقيد بالاتجاه الأفقي. ليش؟ لأنه الممبر مرتبط مع الهنج الموجود هنا، والجوينت هذا هو ايضا مقيد بالاتجاه الشاقولي او الاتجاه الراسي لانه مرتبط مع
هاي فيكست اند او نهايه مثبته نعم. فاذا يعني هالتو فريمز هذه هي مثاليا على فريمز يكون بها الجوينتس نوت فري تو ترانزليت، ما مسموح لها بالحركه الانتقاليه، فقط مسموح لها بروتيشن او تدوير. ايضا الفريمز يعني لاحظوا اللي هي بالفيجرز سي ودي الجوينتس همنا هي يعني free to move بس ما تتحرك، يعني هي ما مثبتة مثل ما عندنا هنا، بس بسبب symmetry due to symmetry of the frame and loads about an axis يعني هي أيضا يعني constrained أو مقيدة ضد الحركة الانتقالية. يعني لاحظوا هذا الفريم عندنا سيمتري في الشكل الهندسي وفي اللود متناظر ما بين الجهتين اليسار واليمين، فلذلك يعني كل النقاط او الجوينتس مالت هالفريم هذا هي مقيدة ضد الحركة الانتقالية. هنا عندنا في هالنهايتين هذه فيكست، هذه منتهين من عده، بعدين هذه النهاية وهذه النهاية أيضا مقيدة ضد الحركة الانتقالية. شلون؟ يعني بالنسبة إلى الحركة الرأسية في هالجوينت هذا ما مسموحة، ليش؟ لأنها مرتبطة بالنهاية اللي هي فيكست. كذلك بالنسبة إلى الحركة الأفقية سواء في هالجوينت هذا أو هالجوينت هذا ما مسموحة، ليش؟ بسبب السيمتري، لأنه لو كانت مسموحة يعني خلينا نقول الحركة الانتقالية بالاتجاه الأفقي مسموحة، فبحكم السيمتري أي شيء يصير هنا لازم يصير هنا، فهذا معناه بأنه راح يصير عندنا يعني حركة انتقالية بالجزء الأيمن أيضا، وهذا طبعا يعني ما يصير بهالحالة هذه. أيضا قيمة الحركة الأفقية لهل جوينت هذا يجب أن تكون مساوية إلى الصفر. يعني هذا هو كذلك بالنسبة إلى هالحالة هاي نانا، هذه الجوينتس ما مسموح بها الحركة الشاقولية أو الأفقية، وهل جوينتس هذه أيضا هذا هذا وهذا ما مسموح بها الحركة الأفقية أو الشاقولية. فإحنا يعني في تطبيقنا للريجيد فريمز أو تطبيق الستوك ديفلكشن ميثود للريجيد فريمز راح نقتصر على الحالة اللي يكون بها الجوينتس مقيدة ضد الحركة الانتقالية ومسموح لها بالحركة الدورانية فقط. يعني joints are not free to translate. وهذه وين تصير؟ تصير بحالات مثل هاي الموجودة هنا الـ A والـ B، وتصير أيضا بالفريمز اللي يكون بها تناظر بالشكل الهندسي وبال يعني نظام التحميل ما بين الجزئين الأيسر والأيمن. هذه الحالات اللي راح يعني نقتصر عليها في تطبيقنا للسوت ديفلكشن ميثود بالنسبه الى الفريمز. ممكن تطبيق الطريقه للفريمز اللي يعني يكون لها او قد تسمح بالحركه للجوينتس، بس ذاك الوقت يعني المعادلات مالت السوت ديفلكشن ميثود تحتاج الى بعض التحوير او قليل من التحوير لامكانيه تطبيقها الى الفريمز التي تكون بها الجوينتس فري تو ترانزيت، يعني مسموح لها بالحركه. بس احنا ما راح يعني ناخذ او نتوسع الى هالحالات هذه، حالاتنا راح تقتصر على الفريمز اللي تكون بها الجوينتس مقيده
ضد الحركة الانتقالية ومسموح لها بحركة دورانية فقط. فكإكزامبل على هالشيء هذا عندنا هذا الفريم الموجود بالفيجر اللي هو fixed at A و hinge at C and D. فهذا هو الفريم الموجود أمامكم A B C D fixed عند النهاية A و hinges at النهايتين C و D. نظام التحميل هنا عندنا 120 كيلو نيوتن لتشتغل على هذا السبان AB على بعد مترين من النهاية A و 4 أمتار من النهاية B. عندنا Uniformly Distributed Load 20 كيلو نيوتن للمتر طول. هذه لتشتغل على كل السبان BC. وعندنا Concentrated Load 20 كيلو نيوتن يشتغل على منتصف الفضاء مالت البي دي. بالنسبة إلى الستيفنس أو الصلادة اللي هي أيضا مهمة لا ننساها لأنه تدخل في معادلات السلوب ديفلكشن ككوفيشنتس كمعاملات للقيم الموجودة في المعادلات. عندنا الستيفنس مالت البي دي هو I و الستيفنس مالت او سكند مومنت اوف اريا بالنسبه الى البي دي هو اي والسكند مومنت اوف اريا بالنسبه الى السبان اي بي هو 2 اي وبالنسبه الى السبان بي سي السكند مومنت اوف اريا او العزم الثاني للمساحه او نسميه مومنت اوف انرشيا هو 1.5 اي. فالمطلوب الان هو تحليل هالفريم هذا باستخدام the slope deflection method ومن ثم رسم مخططي الشير قوة القص وعزم الانحناء. فإذا نفس البروسيجر اللي طبقناها إلى البيمز نجي نطبقها الآن بالنسبة إلى هذا الفريم. الخطوة الأولى هي أنه نعتبر هالفريم هذا متكون من مجموعة من الأعضاء اللي هي fixed end. فراح يكون عندنا هذا fixed end AB وراح يكون عندنا هذا اللي هو fixed BC نعتبره أو نفرضه وراح يكون عندنا المنبر الثالث اللي هو fixed end BD. نعتبر بأنه الفريم متكون من عدد من الأعضاء الإنشائية اللي تكون fixed end يعني في النهايتين مالتها تكون fixed AB BC و BD. نجي نطبق معادلتي slope deflection بالنسبة إلى كل واحد من هال members هذه اللي افترضناه fixed ونحسب fixed end moment بالنسبة إلى كل واحد من هالممبرز هذا. فبالنسبة إلى الفيكسد إند مومنت مالت AB راح يكون يعني حسب المعادلات هاي اللي يعني مفروض أن نتذكرها أو نعرفها هذه هنا. فشنو عندنا؟ عندنا بالنسبة إلى AB عندنا فيكسد إند بيم معرض إلى كونسنتريتد لود يبعد بما خلينا نقول ببعد A عن النهاية أو المسند A capital وببعد B عن المسند B capital. فراح يكون عندنا ناقص المومنت هو ناقص ليش؟ لأنه اتجاه المومنت راح يكون عكس عقرب الساعة. فإذا سالب أو ناقص الconcentrated load P في البعد A هذا مترين في البعد B square 4 سكوير على السبان الكلي اللي هو 6 سكوير. نحصل على القيمة هاي اللي هي ناقص أو سالب 106.67 كيلو نيوتن متر. نفس المنبر AB نجي إلى fixed end moment عند النهاية B واللي راح نسميه ب fixed end moment BA. هذا راح يكون concentrated load P
في البي 4 في الاي سكوير 2 سكوير على الفضاء سكوير اللي هو 6 سكوير. الاشاره هنا راح تكون موجبه لانه اتجاه الدوران مالت المومنت راح يكون هو كلوك وايز. فاذا سالب موجب او زائد بي بي اي سكوير على ال سكوير 120 في 4 في 2 سكوير على 6 سكوير زائد 53.33. نجي الان الى المنبه بي سي نفس الحاله نعتبره فيكست في النهايتين. فالفيكس اند مومنت مال البي سي راح يكون دبليو ال سكوير اوفر 12 20 في ال 4 سكوير على 12. والاشاره ان انا يجب ان تكون سالبه لانه المومنت بي سي راح يكون هو عكس عقرب الساعة. نفس الشيء بالنسبة إلى النهاية C المومنت هو A1 WL square over 12 ولكن الإشارة أنها تكون positive. ليش؟ لأنه اتجاه دوران العزم راح يكون مع عقرب الساعة. هذا هو ال BC وهذه هي ال CB. نجي الآن إلى الممبر BD هذا. فبالنسبة إلى الممبر BD الفيكس اند مومنت عند النهاية B راح يكون ال P في ال L على 8 لأنه عندنا فيكس اند بيم معرض إلى concentrated load يشتغل بالمنتصف. فقيمة المومنت تكون P في L على 8 ال P 20 ال L 4 بالمقام عندنا 8. هنا عند النهاية B يعني fixed end moment BD راح يكون عندنا اتجاه الدوران هو clockwise فالإشارة هي positive, بينما في النهاية D اتجاه الدوران هو عكس عقرب الساعة وبالتالي الإشارة تكون negative. أيضا يعني ننتبه في هالمسألة هذه إنه النهاية A تكون أو هي fixed وبالتالي زاوية الميل أو زاوية الدوران عند النهاية A تكون زاوية إلى الصفر. هذا معناه أنه في كل معادلات slope deflection اللي راح نصورها الآن رأسا نأخذ theta A equal to zero. فهذه معادلتين مالت A B و B A هي معادلتي slope deflection بالنسبة إلى الممبر A B. لاحظوا تظهر بيها الانجل ثيتا اي هنا تصفر اللي راح يبقى عندنا هو هالصيغه هذه بدلاله الثيتا بي فقط. نفس الشيء بالنسبه الى البي اي. بالنسبه الى البي سي تظهر عندنا الانجلز بي وسي هنا سي وبي هنا تظهر عندنا معادلتين يعني اللي تظهر بها الانجلز ثيتا بي وثيتا سي. نجي الى الممبر بي دي الان نطبق معادلتي السلوب ديفلكشن فراح نحصل على معادلتين اخريين بدلاله الزوايا الميل البي والدي. فاذا يعني تلاحظون بانه صار عندنا ست صيغ لمعادلات slope deflection اللي يعني راح تظهر بها زوايا الدوران ثيتا بي ثيتا سي وثيتا دي. عندنا ثلاث مجاهيل. هذا معناه انه احنا بحاجه في هالمعادلات هاي ظهرت عندنا ثلاث مجاهيل. هذا معناه بانه احنا بحاجه الى ثلاث معادلات. الثلاث معادلات منين تجي لنا؟ تجي من الإيكوليبريم. فالإيكوليبريم بالنسبة إلى هالفريم هذا شنو يعطينا؟ أول شيء مجموع العزوم عند الجوينت بي يجب أن يكون مساوي إلى الصفر. هذا معناه بأنه مجموع العزم MBA والعزم MBC والعزم MBD هذه كلها يجب أن تكون مساوية إلى الصفر. MBA زائد MBC زائد MBD equals zero.
لأنه الجوينت بي في حالة إيكوليبريم أو في حالة اتزان، وبالتالي مجموع عزوم الأعضاء الملتقية عند الجوينت بي يجب أن تكون مساوية إلى الصفر. شنو عندنا الأعضاء الملتقية عند الجوينت بي؟ هي BA, BC and BD. فمجموع العزوم BA, BC و BD يساوي صفر، R is equal to zero. الشرط الآخر ما الإيكوليبريم يجينا من الجوينت C. بما أنه الجوينت C هو هنج، فأكيد الهنج نعرف ما يتحمل أي مومنت، فأكيد قيمة المومنت عند الجوينت C يجب أن تكون مساوية إلى الصفر. هذا يقول أو ينطينا أنه الـ M sub CB equals zero. نفس الشيء ينطبق على الجوينت D اللي هو أيضا هنج. فالجوينت D هو هنج بمعنى أنه المومنت على D is equal to zero، أو بمعنى آخر الـ M sub DB equals zero. فصار عندنا ثلاث معادلات جتنا من الإيكوليبريم من الاتزان بثلاث مجاهيل اللي هي زوايا الدوران أو زوايا الميل عند الجوينت أو المفاصل B, C و D. فإذا ثلاث معادلات 4, 5, و6 بثلاث مجاهيل ممكن حلها بسهولة لاستخراج قيم الزوايا، زوايا الدوران ثيتا سب بي، ثيتا سب سي وثيتا سب دي. نرجع الآن نعوض هالقيم هذه اللي حصلناها بمعادلات السلوب ديفلكشن اللي هي خاصة بالمومنتس كلها، فراح نحصل قيم المومنتس A, B, B, A, B, C, C, B, B, D و D. فإذا يعني راح تكون عندنا الحالة، يعني نقدر نقول نفصخ الفريم هذا إلى الممبرز A, B, B, C و B, D، ونخلي عليه المومنتس اللي استخرجناها. يعني لاحظوا A, B استخرجنا قيمة المومنت ناقص 112.56، فهذا معناه أنه في النهاية A عندنا مومنت اللي هو 112.56 كيلو نيوتن متر عكس عقرب الساعة. فإذا راح يكون بهالشكل هذا. في BA عندنا 41.56 positive، هذه 41.56 positive. في الـ BC عندنا 49.94، هذا راح يكون negative لأنه راح يكون عكس عقرب الساعة counterclockwise. and the CB المومنت is equal to zero. بالنسبة إلى الممبر BD فعندنا 8.38 كيلو نيوتن متر اللي راح يكون هو positive هذا اتجاهه مع عقرب الساعة، وال DB أو المومنت DB راح يكون equal to zero. فهذه هي free body diagrams بالنسبة إلى الممبرز AB, BC و BD. بتوضح كل ردود الأفعال اللي دا تأثر على هالممبرز ال AB, ال BC و ال BD. فإذا يصبح الآن بالإمكان رسم أو استخراج بقية الرياكشنز بالنسبة إلى هالفريم هذا. فمثلاً بالنسبة إلى span A B بأخذ moments about the A راح نقدر نستخرج هذا اللي هو V sub B1. يعني لاحظوا الرياكشن الكلي مالة V B يتكون من جزء هنا أو مركبة هنا ومركبة هنا اللي V sub B1 تابع لـ A B، وال V sub B2 تابع إلى ال B C. فعلا يعني بالنسبة إلى span A B أخذ moments about A راح ينطينا الـ V sub B1، وبعدين توازن القوى بالاتجاه الشاقولي هذا راح ينطينا الـ V sub A.
بالنسبة لإسبان بي سي هم أنا أخذ مومنت سبات بي راح ينطينا البي سب سي اتزان القوى بالاتجاه الشاقولي راح ينطينا البي سب بي تو. بالنسبة إلى هذا الجزء الشاقولي البي دي خلينا نسميه الكولوم بي دي سميشن مومنت سبات البي هذا راح ينطينا الإتش سب دي وبعدين اتزان بالاتجاه الأفقي هذا راح ينطينا الـ H sub B وممكن بعدين للفريم بأكمله هذا الفريم بأكمله هذا كله هنا ممكن يعني من التوازن استخراج من التوازن بالاتجاه الشاقولي استخراج الـ V sub D وبالاتجاه الأفقي راح ينطينا الـ H sub A و مومنتس بودي راح ينطينا الـ H sub C. فإذا يعني من هاي القيم اللي حصلناها بالنسبة إلى كل واحد من الممبرز اللي يتكون من عندها الفريم يصبح بالإمكان رسم الـ Shear Force Diagram وكذلك رسم الـ Bending Moment Diagram بالنسبة إلى الأجزاء هذه اللي نعتبره يتكون من يعني إضافة أو تراكب البيندينج مومنت دايجرامز للمومنتس اللي استخرجناها من الستوب ديفلكشن ميثود والبيندينج مومنت دايجرامز اللي تتكون أو تأتي من الأكتشوال لودينج على اعتبار أن الممبر هو سمبلي سبورتد. يعني هنا بالنسبة إلى الممبر AB استخرجنا قيمة الN moments اللي هي هاي 112 فارزة 56 ونانا في هالN هذه 41 فارزة 56 فهذا شبه المنحرف اللي يكون سالب هو البنينج مومنت دايجرام نتيجة أو المتأتي من الN moments. فوقه راح يجي البيندينج مومنت دايجرام ديو تو الكونسنتريتد لود اللي قيمتها 120 كيلو نيوتن باعتبار ان الممبر هذا هو سمبلي سبورتد فهاي القيمه هنا راح تكون بي في اي في بي على ال اللي راح تنطينا 160 فنراقب هذا مالت الاند مومنتس شو المنحرف اللي يعني الان مومنتس تكون بها القيم سالبه فوق هذا اللي هو المثلث الجاي من الكونسنتريتد لود على السبان اي بي باعتباره هو سمبلي سبورتد اللي نسميه بالفري اند مومنت فهاي المنطقه لاحظوا وحده تلغي الاخ يعني هاي كانما البيندينج مومنت بها القيمة مالته هي صفر فاللي راح يبقى عندنا هو هذا المثلث الصغير وهذا المثلث هنا وهذا المثلث الموجود هنا وهذه القيمة هنا اللي هي 71.1 منين جاية؟ جاية من اخذ قيمة البيندينج مومنت هنا اللي هو 160 والبيندينج مومنت الموجود هنا اللي ممكن أن نستخرجه كقيمة وسطية من النسبة والتناسب ما بين الـ 112 والـ 41.56 هاي القيمة الموجودة هنا فهذا القيمة 160 ناقص هاي القيمة الموجودة هنا تنطينا القيمة اللي هي 71.1 كيلو نيوتن متر نفس الشيء بالنسبة إلى هذا الجزء يعني عندنا قيمة المومنت هذا اللي هو سميناه بي سي تطلع من سوب ديفلكشن ايكويشنز 49.94 هنا صفر فلذلك عندنا هذا المثلث الموجود هنا الفري بيندينج مومنت دايجرام اللي يجي من اليونيفورم ديستريبيوتد لود اللي يشتغل على هالسبان هذا اللي هو بي سي باعتباره simply supported واللي قيمته راح تكون WL square over 8 ال W هي ايش قد ال W هي ال 20
في سبان هذا سبان بي سي اللي هو 4 متر، فدبليو في ال 4 متر سكوير على 8 هذا راح يعطينا قيمة المومنت القصوى في الميد سبان اللي هي راح تكون 40 كيلو نيوتن متر. فالآن نضيف أو نراكب البندنج مومنت المتأتي من المومنت فقط من اللي حسبناه من سلوب ديفلكشن ميثود الاند مومنت اللي هو هذا المثلث، نراكبه مع البندنج مومنت دياجرام المتأتي من اليونيفورم ديستريبيوتد لود باعتبار اللي هو بارابوليك باعتبار هالسبان هذا هو simply supported. البندنج مومنت عند المنتصف راح يساوي هالقيمة هذه اللي هي الأربعين ناقص هالقيمة هذه الموجودة هنا اللي جاية من النسبة والتناسب مالت المثلث هذا. فالأربعين ناقص القيمة اللي نحسبها هنا اللي هي راح تكون نص التسعة وأربعين وأربعة وتسعين بالمئة، فراح يصير عندنا أو نحصل على هالقيمة هذه اللي هي 15.03 هاي القيمة الموجودة هنا اللي تمثل لنا البيرنينج مومنت في منتصف الفراغ. نفس الشيء بالنسبة إلى هذا المنبع بي دي هنا البيرنينج مومنت دياجرام due to the end moment راح يكون مثلث يعني القيمة هنا راح تكون صفر إلى 8.38 هذه حسبناها من الـ slope deflection equations بالنسبة إلى الـ BD فراح يكون عندنا هالمثلث هذا اللي يكون سالب. نضيف فوقه الـ bending moment diagram اللي يجي من اعتبار هالسبان هذا BD هو simply supported معرض إلى concentrated load القيمة مالتها هي 20 كيلو نيوتن تشتغل في منتصف الفضاء. فإذن قيمة المومنت هنا راح تكون PL على 4 اللي هي راح تكون 20 هذه بوزيتيف نراكبها مع هالمثلث هذا يعني لاحظوا هذا المثلث هنا اللي نسميه متساوي الساقين نراكبه ويا هذا المثلث هنا اللي ما بين الـ 8.38 والصفر فالمنطقة المشتركة تروح تنلغي راح يبقى عندنا هالمثلث هذا الصغير اللي هو سالب وهذا الجزء أو هذا المثلث اللي هو موجب. قيمة المومنت هنا راح تساوي العشرين ناقص قيمة المومنت هنا اللي هي يعني في منتصف يعني من النسبة والتناسب ممكن استخراجها اللي هي راح تكون بحدود 4.19 20 ناقص نص هالقيمة هاي اللي هي في هالنقطة هاي في منتصف الفضاء يعني ناقص 4.19 راح تعطينا 15.81 فبهالشكل هذا يعني ممكن رسم ال bending moment diagram والshear force diagram ممكن رسمه لأن استخرجنا كل reactions من أو المؤثرة في على الفريم فبهالشكل هذا يكتم عندنا رسم shear force والbending moment diagrams. فإذا هذا يعني ينهي محاضرتنا لليوم واللي من خلالها يعني أخذنا تطبيقين لاستخدام slope deflection method واللي هي تعتبر واحدة من displacement methods أو equilibrium methods استخدمناها أو طبقناها لحالة beam هذا الموجود هنا ولحالة الframe قلنا يعني الطريقة هذه حتى نطبقها بنفس المعادلات على الفريمز راح نقتصر على rigid frames without joint translation اللي هي مثل هذه أو هذه أو أي فريم يكون بسيمتري
في الشكل الهندسي واللود. المحاضرة القادمة راح نستعرض بها طريقة ثانية من طرق الديسبيسمنتس، واللي هي الطريقة أو ما يعرف بطريقة المومنت ديستريبيوشن ميثود. وشكرا جزيلا. العفو دكتور. نعم دكتور، ممكن تنزل هذا الملف باللابتاس؟ نازل عندكم؟ لا دكتور ما موجود عندي. ما موجود؟ سهلة، مو مشكلة، أنزل. شكرا. هذا إيه عبد المجيد، مو لازم أشوف حلك، يعني تقدر يعني أي يوم تجي حتى لو أنا ما موجود. أنا مو موجود، لا لا أريد أشوفه، يعني أريد أشوف حلك على الورقة. تقدر أي يوم، بس إذا أنا ما موجود خلي لي إياه بالسكرتارية. ماشي. أوكي، يعني مو هسي. عبد المجيد، عبد المجيد دزلي إيميل على التليجرام. أوكي، يعني استنسخ دزليا. أوكي عدل. العفو. اوكي انا دز لك ايميل هسه بالايميل مالي، عنوان الايميل مالتي هسه دز لك، وانت يعني صور لي الحال مالتك ودز. اوكي ماشي، يلا شكرا.